ينطلق معرض دمشق الدولي في دورته 59 لعام 2017 من 17 وحتى 26 من شهر آب. يشارك بالمعرض 43 دولة عربية وأجنبية، منها 23 دولة شاركت بشكل رسمي عبر السفارات، و20 دولة سجلت مشاركات تجارية أي عبر شركات اقتصادية مستقلة، إلى جانب مشاركات القطاعين العام والخاص السوري بمختلف المجالات. يتضمن المعرض فعاليات ثقافية ومحاضرات اقتصادية ومعارض تخصصية، إلى جانب عدد من الأنشطة التسويقية والعروض الترويجية في مختلف القطاعات، مع وجود مراكز للبيع المباشر للمواطنين. المساحة تقدر بمليون ومئتين ألف متر مربع، ومساحة الجناح السوري هي 7000 متر مربع. وبيستضيف المعرض 1500 رجل أعمال من دول عدة، بينهم مغتربين سوريين. يتضمن المعرض أيضاً عروض فنية وحفلات غنائية لفنانين سوريين وعرب، إضافة لمسرح الطفل. ويعتبر معرض دمشق الدولي نافذة الاقتصاد السوري إلى العالم.